إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحيا. في رومية 14 آية 8. دي معناها إن إحنا في حياتنا ينبغي أن يكون لنا هدف واحد هو ربنا. إن عشنا للرب نعيش، إن متنا للرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحيا. لأن بيحصل إن الإنسان بتكون له أهداف أخرى كثيرة غير ربنا، أهداف لحياته غير ربنا. يعني واحد يقول أنا بعيش علشان نفسي، عشان أتمتع بالحياة. يقول خليني أعيش، عايز يتمتع بالحياة، هدف ربنا ملهوش دخل فيه، كأن حياته مش لربنا، لذاته. ولذلك بولس الرسول علشان يحارب هذه النقطة قال قبليها: لأنه ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش. مش الوضع السليم إنك تعيش لذاتك، بل حتى إذا عشت لذاتك لازم ذاتك دي تربطها بربنا، فيبقى هدفك إزاي ذاتك تعيش مع ربنا. إن عشنا فللرب نعيش. في واحد يكون هدفه كله أولاده، يقولك أنا بعيش عشان ولادي، ويمكن يكون ثروة كبيرة وما يدفعش عشوره أبدا، ويقولك بكون حاجة لأولادي، بعمل شقة لأولادي، بحط فلوس في البنك لأولادي. وربنا مش في حياته، اللي في حياته أولاده. مفيش مانع أنك تهتم بأولادك كجزء من حياتك مع ربنا، لكن مش تهتم بأولادك يعني تضحي بعلاقتك بربنا علشان ولادك. لأن الكتاب بيقول: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقني. تحب أولادك داخل محبة ربنا مش خارج محبة ربنا. وبرضو اسمك بتعيش لربنا، بتعيش لربنا. محبتك الحقيقية لأولادك مش شقق وفلوس في البنك، محبتك الحقيقية لأولادك إنك تربط أولادك بربنا، إنك تخلي أولادك يعيشوا مع ربنا زي ما أنت عايش مع ربنا. وتبقى الحاجات التانية زيادات، تبقى الحاجات التانية إيه؟ زيادات. يعني ما بقولكوش ما تهتموش بأولادكم، لكن تخلوا اهتمامكم الأول والرئيسي هو ربنا، وبعدين أولادكم بعدين. ياما إنسان تبص تلاقي عنده ثروة ضخمة والكنيسة ملهاش نصيب فيه وربنا ملهوش نصيب فيه، ويقول أولادي أولادي، وجايز أولاده ياخدوا الثروة دي ويستغلوها في متع وملاهي الحياة الدنيا والبعد عن ربنا. عشان كده بيقول: إن عشنا للرب نعيش. إحنا حياتنا مفروض تكون مع ربنا، ويكون هدفنا الحقيقي هو الله، أو هدفنا الوحيد هو ربنا، وكل الأهداف الأخرى داخل هذا الهدف الوحيد، مش مستقل عنه. تستفيد إيه لو أنت سبت كل حاجة لقرايبك ورحت عند ربنا ما وصلتلوش حاجة؟ يقول لك ما وصلنيش حاجة من عندي. مفروض زي ما بتحب قرايبك تحب باقي الناس الذين على وجه الأرض، وزي ما تدبر لأولادك يكون ربنا له نصيب فيه. إن عشنا للرب نعيش، يعني يكون هدفنا هو ربنا. يعني إيه؟
يعني كل حاجة يكون هدفها ربنا. إن أكلنا من أجل الرب نأكل، وإن صمنا من أجل الرب نصوم. يعني إيه؟ يعني من أجل الرب نأكل علشان ناخد شوية قوة نقدر نؤدي بيها واجباتنا ونكون أمناء أمامه، ونصوم علشان نأخذ شوية روحيات نكون بها أمناء قدامه. فنحن من أجل الله نأكل ومن أجل الله نصوم. عشان كده بولس الرسول في نفس الإصحاح يقول: الذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. هو طبعا كان قال الآيات دي أولا فيما ذبح للأصنام. يعني كانوا بيسألوه: افرض واحد راح عند الجزار ولقى حاجة مذبوحة ما يعرفش دي ذبحت للأصنام ولا ذبحت عادية. فقال حسب الضمير، حسب النية من جوه. واحد بيأكل ومن أجل الرب يأكل، وواحد ما بيأكلش ومن أجل الرب ما بيأكلش. فأنت ما تحكمش على الناس، سيب كل واحد هو وضميره، وأنت ما بتقراش ضمائر الناس. جايز الحاجة اللي بتفتكرها خطية، هو من أجل الرب بيعمل بنية طيبة. المهم أنك تبعد عن الأهداف الخاطئة وتخلي هدفك هو ربنا. ليه؟ من أجل الرب تعيش، لأن ربنا هو اللي خلقك، لأن ربنا هو اللي أعطاك هذه الحياة اللي بتحياها. مادام هو اللي أعطاك الحياة يبقى أنت تعيش من أجله، لأنك أنت اشتريت بثمن، فأصبحت ملكا لمن اشتراك بهذا الثمن بدمه الكريم، فأصبحت تعيش لي. إن عشنا فللرب نعيش. كتير جدا إحنا بننسى ربنا وبنعيش الحياة الأرضية وما عندناش هذا الهدف اللي هو ربنا إطلاقا. طب ده انت ان عشت للرب تعيش، لان الرب ده هو ابوك السماوي. انظروا اية محبة اعطانا الله حتى اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. من اجل كده بتعيش لربنا، لان هو ابوك، لان هو خالقك، لان هو فاديك، لان هو اللي اعطاك هذه الحياة. تقول لي طب مش قادر، اقول لك طب تدريب بسيط شوية. ربنا قال لك هديك أسبوع وتديني يوم واحد منه، فعيش للرب في هذا اليوم كتدريب لكي تعيش باقي الأسبوع أو تعيش حياتك كلها. ربنا اداك أسبوع حياة وقال لك هذا الأسبوع اللي بديهولك اديني منه يوم. فهل أنت بتعيش هذا اليوم لربنا على الأقل؟ جايز تقول أنا مش زي الرهبان اللي بيعيشوا حياتهم كلها لربنا، وأنا مش زي المكرسين اللي بيعيشوا حياتهم كلها لربنا. أقول لك طيب خليك زي العلمانيين العاديين. هل أنت بتعيش هذا اليوم لربنا؟ أؤكد ليكم إن الشخص اللي يعيش يوم الرب للرب تماما هتلاقي محبة ربنا دخلت في قلبه بقية أيام الأسبوع. هيأخذ من هذا اليوم ذخيرة قوية جدا ودفعة روحية تساعده كل الأسبوع. فهل أنت للرب تعيش هذا اليوم؟ اسأل نفسك. إن كنت لا تعيش يوم الرب للرب، ازاي هتعيش حياتك كلها للرب؟ ان كنت لا تعيش يوم الرب للرب تبقى بتسلب الرب حقوقه وتبقى اخطأت لربنا. كتير ناس بيروحوا يعترفوا بالكذب بالحلفان بالغش بحاجات زي دي، ويندر ان واحد يعترف انه بيكسر يوم الرب. درب نفسك ازاي تعيش يوم لربنا.
ما يهمش حد ولا جمعة، تعيش يوم لربنا، أو خد نص حد ونص جمعة. إذا كنت موظف يعني وبتشتغل يوم الحد، ادي ربنا الجمعة كله لحد الظهر، والحد كله ابتداء من الظهر، ويبقى اديت يوم كامل لربنا. مش حجج، الواحد يدي لنفسه حجج. حاول تعيش لربنا، تعيش لربنا لأنك للرب تعيش. الأوقات اللي بتعيشها لربنا هي اللي محفوظة لك فوق، والأوقات التانية ضايعة من حياتك. تعيش لربنا لأن هي دي الحياة الحقيقية، هي دي العيشة الحقيقية. بتعيش لربنا لأن هي دي العيشة الحقيقية. العيشة الحقيقية لربنا هي الحياة، وغير كده ما يعتبرش حياة. لذلك أنا أفتكر وأنا شاب صغير مرة عملت قصيدة عنوانها أحقا نحن أحياء. أحقا نحن أحياء، يعني هل فعلا إحنا عايشين؟ لأن في إنسان حياته تعتبر موت، زي ما قال الأب عن ابنه الضال: ابني هذا كان ميتا فعاش، يعني فترة من حياته اعتبرت موت. وزي ما قيل على الأرملة المتنعمة إنها ميتة ولها اسم إنها حية وهي ميتة، وزي ما قيل عن ملاك كنيسة سردس: لك اسم إنك حي وإنت ميت. فهل أحقا نحن أحياء؟ نعتبر أحياء لو كنا بنعيش في الرب، ونعيش للرب، ونعيش بالرب. دي الحياة الحقيقية. ما هو يا مناس أهو بيتنفسوا نفس داخل ونفس خارج، وقلب بينبض، ومظاهر الجسد خارجية أنهم عايشين، وقصاد ربنا يقول مين قال إن دول عايشين؟ ولا أعرف عنهم حاجة. إن عشنا للرب نعيش لأن هي دي الحياة الحقيقية. يعني جايز واحد يقول أنا عمري 50 سنة وهو ما عاش مع ربنا أكتر من أسبوعين يمكن، وعمره قصاد ربنا أسبوعين، هم دول الأيام اللي محفوظين له. وفي إنسان يعيش مع ربنا أسبوعين ويجي في ربع ساعة يضيع الأسبوعين دول ويتشبه ويبقى راح عليه، لا طال لا سما ولا أرض. إن عشنا للرب نعيش. اسأل نفسك كل يوم: عشت في هذا اليوم قد إيه لربنا؟ عشت في هذا اليوم ربع ساعة لربنا؟ 5 دقائق لربنا؟ ساعة لربنا؟ ساعتين؟ عشت قد إيه؟ وتعالى كده في آخر الأسبوع واعمل حساب بالدقيقة والساعة، وشوف الأسبوع عشت إيه لربنا؟ إيه اللي عشته؟ وأنتوا فاكرين الحياة هي الحياة الجسدية فقط؟ النبض والضغط والقلب والمخ والحاجات دي؟ إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نعيش. قلت بنعيش لربنا لأنه أبونا وخالقنا وفادينا، ولأنه أعطانا الحياة واشترانا بدمه. وبنعيش لربنا لأن هذه هي الحياة الحقيقية، وهذه هي العيشة الحقيقية. ونعيش لربنا لأن دي لذة الحياة، إن بنعيش لربنا. يعني مش تعيش لربنا مرغم ومضغوط عليه وتقول غصب عني وصايا ربنا وغصب عني لازم أنفسها ولو بالقربات، لا. أو زي اللي بيقول دول نصوم ونعذب نفوسنا، ده اللي بعد سؤال. لا يا حبيبي، تعيش لربنا لأن دي الحياة اللذيذة، الحياة المحبوبة، الحياة الحقيقية. زي ما داود يقول له: مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوة.
واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد. نحيا للرب ونعيش للرب لأننا نجد لذة في هذه الحياة. جايز الواحد يبتدي الطريق صعب، لكن كل ما يمشي فيه شوية يجد لذة. طريقة ربنا تبتدي صعبة لكن تبقى لطيفة ومحبوبة كل ما الواحد يمارسها، لأن الكتاب بيقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ده اللي بيعيش للرب. إن عشنا فللرب نعيش، لأن نعيش لربنا، لأن هي دي الحياة اللي محسوبة لينا واللي بيها نقدر نعيش إلى الأبد. كتير قوي ساعات تجيني الفكرة دي، أقول إيه؟ افرض واحد عايش على الأرض وحياته كلها في لذات الأرض وملهوش حياة مع ربنا أبدا. لنفرض حتى هذا الإنسان تاب وطلع فوق، ما يجدش لذة في اللي فوق. هو اللذة اللي ولف عليها اللي على الأرض مش يلاقيها فوق. هيروح فوق مش يلاقي إلا السينمات ولا ملاهي ولا التلفزيون، وهيروح فوق مش يلاقي الأكل والشرب واللذات دي، وهيروح فوق مش يلاقي الملاهي ومش يلاقي متع الجسد ومش يلاقي متع العالم ومش يلاقي ملذ الحواس الجسدية ومش هيلاقي حاجة أبدا. يعيش ازاي هناك؟ يقول له يا رب ولا مؤاخذة أنا يعني جيت سكة غلط ورجعني تاني ولا إيه؟ يرجع ما يلاقيش العالم تاني، والعالم خلاص انتهى. العالم يبيد وشهوته معه، يبقى لطل سمع الأرض. طبعا ده مجرد افتراض، لأن في الواقع الشخص اللي ما يعيش مع ربنا هنا ما يقدرش يعيش هناك. يعني هنا بروفا، هنا ايه؟ بروفا. ربنا بيمرر، يقول لك يا حبيبي الحياة عندي فوق هديك منها نموذج. قدرت تعيش اطلعك فوق، ما قدرتش يبقى الحياة الأبدية لا تناسبك، لأنك إنسان جسداني نفساني ما مش روحاني، ما تنفعكش الحياة اللي هتعيش فيها ازاي. إن عشنا للرب نعيش، لأن حياتنا هنا هتمتد في الأبدية. فإن كنا ما قدرناش على المدة القصيرة هنا على الأرض هنعيش هناك في الأبد. قل له يا رب أنا يعني لذتي فيما تره العين وما تسمعه الأذن وما يخطر على قلوب البشر يوديني فيما لم تره عندما ما يعجبنيش، ما وجدتش فيه لذة، ما تمرنتش عليه. زي واحد يقولوله قبل ما نبعتك بعثة لإنجلترا نعلمك اللغة الإنجليزية، يقعد ما يعرفش ولا كلمة إنجليزي يبقى يوديه هناك يعمل إيه؟ يقول لهم إيه؟ مش مولف على لغته. فأنت لازم تولف على لغة السمائيين عشان لما تعيش مع السمائيين تقدر تاخد وتدي معاهم. طب واحد يسأل يقول طب الملاك مخيل عايش ازاي؟ لا بياكل ولا بيشرب ولا بيشوف سينمات ولا بيتمتع بروايات سينمائية ولا بيشوف ماتشات كورة ولا حاجة، ولا بيسمع نكت الصعيدة ولا حاجة. بيعيش ازاي الملاك مخيل؟ إذا كنت ما تقدرش على الحياة دي هتعيش فيها إزاي إلى الأبد؟ فمن رأيي إنكم تتمرنوا عليها من دلوقتي، تتمرنوا على الحياة الأبدية من دلوقتي، تتمرنوا على لذة الحياة مع الله عشان لما تعيشوا مع الله إلى الأبد تجدوا لذة في الحياة دي. تتمرنوا على الجو الروحي هنا علشان لما تروح الأبدية وكلها أجواء روحية تقدر تعيش معاهم، ما تبقاش غريب وسطيهم ومش قادر تسلك أمورك في الأبدية. مش قادر ربنا يديكم أنكم تسلكوا أموركم هنا عشان تسلكوها هنا.
الذين يذوقون الحياة مع الله يشتهون أن يحيوا معه إلى الأبد، زي ما قال بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. فلازم أنت توصل إلى أن دي أفضل جدا عشان يكون لك اشتهاء. لي اشتهاء إن ما عشتش مع المسيح على الأرض كيف تحيا معه إلى الأبد؟ إن ما جربتش لذة الحياة معاه هنا في الفترة القصيرة دي، إزاي هتحيا معه إلى الأبد؟ عشان كده بيقول إن عشنا للرب نعيش، نبتدي من دلوقتي علشان نقدر نحيا هناك على طول، نبتدي نأخذ مذاقة البلكوت، نبتدي نأخذ تدريبا على الحياة الأبدية لكي نحيا فيها. إزاي نعيش مع ربنا؟ معيشنا للرب نعيش، إزاي نعيش؟ زي ما قلت لكم، المعيشة مع ربنا مش هي مستوى التكريس فقط، إنك تبقى راهب أو أسيس أو مكرس، لا طبعا، ليس الجميع في هذا المستوى، والعالم ما هو عايش بعائلاته وأسراته وأزواجه وأولاده إلى آخره. تعيش مع الرب بالقلب وبالحب، دي أول حاجة، تعيش مع الرب بالقلب والحب، يعني تتعود إزاي تحب ربنا وتعيش معاه، أنت تعيش في قلبه وهو يعيش في قلبك. حيثما كنت، متجوز، عندك عيال، عندك مسؤوليات، عندك وظائف، كل دي مش عيب ومش وحش. ربنا للجميع، ربنا للمتزوجين وللبتوليين، ربنا للموظفين وللمكرسين، ربنا للأغنياء وللفقراء، ربنا لكل نوع من البشر، وكل نوع يقدر يعيش مع ربنا. إبراهيم أب الآباء كان عايش مع ربنا، وكان راجل غني وزي ملك، وأخضع 5 ملوك، يعني كان راجل كبير. أيوب كان أغنى واحد في بني المشرق، وكان راجل له اسم كبير، وكان بيقوم بخدمات اجتماعية ضخمة، وربنا قال عليه رجل كامل ومستقيم، كامل ومستقيم، ويحب الخير ويبعد عن الشر. ربنا للكل، المهم انك تعيش مع ربنا بقلبك وبحبك. ان ما دخلتش في محبة ربنا ما تقدرش تروح الأبدية. ان ما دخلتش في قلب ربنا وربنا دخل في قلبك ما تقدرش تروح الأبدية. اذا ان عشنا للرب نعيش. ناس في دوامة ومش حاسين هم مع ربنا ولا لا، تقول له تعيش مع ربنا، يقول لك عيش مع ربنا، انا عايش يا اخي، فيه ايه يعني، فيه ايه، يقول لي انت عايش ده مع ربنا ولا عايش كده اي كلام؟ لازم تعرف برضه انت عايش ازاي. ان عشنا للرب نعيش. يا ما واحدة عاشت لرجل وجه الرجل غدر بيها، ويا ما واحد عاش لصديق وجه الصديق خانه، ويا ما واحد عاش لعمل وجه العمل فشل، ويا ما واحد عاش لثروة وبقبطة طارت. لكن ربنا لما تعيش ليه حاجة مضمونة، حاجة مضمونة مش ممكن تروح. والناس هو كل واحد ماشي في سكته ومش دريان بروحه، وربنا مش على باله. طب سؤال أسأله لكم، اسم ربنا بيجي على لسانك في اليوم كم مرة؟ مش في الحلفان طبعا، دي خطية. يعني اسم ربنا بيجي على لسانك كم مرة في محبة؟ يعني تقول أنا بصلي، هل وانت بتصلي بتشعر بمحبتك لربنا اللي بتصلي له؟ بتشعر بوجوده وانت بتصلي؟ بتشعر بالصلة بينك وبينه وانت بتصلي؟ بتشعر بالحياة معاه في وقت الصلاة؟ بتشعر ان ساعة الصلاة
هي معيشة مع الرب ولا تأدية واجب عشان أكتب في دفتر التدريب الروحي أن أنا بصلي عشان ما اتكسفش قصاد أبونا وأقول له أن أنا ما صليتش عشان شوية الحاجات دي اللي ودت ولا جت. عشت مع ربنا ولا لا؟ واحد يقول أنا ليا صديق عشت معاه 30 سنة صديق. طيب ربنا عشت معاه قد إيه كصديق؟ صديق يعني قلبك في قلبه وحبك في حبه وإيدك في إيده وعايشين مع بعض وأسراركم مع بعض وكلامكم مع بعض ودنكم مع بعض ولسانكم مع بعض كله. عشت قد إيه مع ربنا؟ يقول لي بلاش التأخيلة دي وخلينا مستريحين. مش عايز تخش في التدقيق ده ما تخشش، لكن ربنا هيدقق لك في دي لما تقف قصاده في اليوم الاخير. فانا بقولها لك علشان امليك الامتحان اللي هتمتحنه في اليوم الاخير. عشان تعيش مع ربنا تنفذ مشيئة ربنا في حياتك وفي حياة الناس. علشان تعيش مع ربنا تبني ملكوت الله على الارض في حياتك وفي حياة الناس. فما مجهودك في بناء الملكوت وما مجهودك في مشيئة الله وتنفيذها في حياتك وحياة غيرك؟ والمعيشة مع ربنا دي يعني مجرد مشاعر برضو شغل. بيقولوا على الملائكة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. وبنقول ربنا تكون مشيئتك على الأرض زي ما في السماء بالظبط، زي ما مشيئتك في السماء منفذة بسرعة وبدقة وبلا تردد وبلا مناقشة، تكون مشيئتك على الأرض كده. تبقى عايش مع ربنا. هل أنت عايش مع ربنا؟ عايش مع مشيئته؟ عايش مع ملكوته؟ بتنفذ مشيئته؟ بتبني ملكوته؟ ولا لا؟ سؤال. دور على طريقة الإجابة ليه. هل أنت عايش تنفذ مشيئة الله في حياتك؟ هل تستطيع تقوله زي ما قال له المسيح لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك؟ هل تستطيع تقوله زي ما قال بولس لكي أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيا؟ مش أنا اللي بعيش، ده المسيح اللي جوايا هو اللي بيعيش. تقدر تقول الكلام ده؟ إن عشنا للرب نعيش إزاي؟ هل كل أمر بتعمله تقول ربنا موافق عليه ولا لا؟ هل ليك الشركة مع الروح القدس؟ هل ليك الشركة مع الطبيعة الإلهية؟ هل كل أمر بتعمله تقول له يا رب نشترك سوا في العمل ده عشان أبقى عايش معاك وأنت عايش معايا، أحس بيك وتحس بيا، نشتغل سوا؟ هل أنت زي ما قال بولس عن نفسه هو وأبولس، قال نحن عاملان مع الله؟ أنت عامل مع الله، شريك مع الله، شريك مع الروح القدس، ولا الكلام ده كلام بتاع كتب اللاهوت؟ لا، ده كتاب بتاع الحياة العملية. كل عمل بتعمله الروح القدس بيعمله معاك وانت مشترك معاه ولا لا؟ هل انت شاعر تماما بانك انت هيكل لله والروح القدس حال فيك وتشعر في كل وقت انك هيكل مقدس والله موجود جواك؟ انتم هياكل الله. وان كان كده يبقى بتعيش مع ربنا. وهل هذا الهيكل مقدس؟ ايه الحكاية؟ ولا آية بنمر عليها كده مرور عابر، ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت؟ احفظوها الآية دي كويسة برضه. مش ضروري كل ما يقول لك آية اولها ألف تقول انتم نور العالم وانتم في الارض. ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت، ان عشنا او متنا فللرب نحيا. يعني ايه للرب نموت؟ للرب نموت يعني أول ما نموت ربنا يستلم روحنا كده على طول وتأتي الملائكة وتاخدها وتحطها في أحضان إبراهيم ونعيش في الفردوس مع ربنا. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. أدل للرب نموت يعني أول ما موت أوصل عنده وعيش معاه. هل أنت ضامن ديه؟
ضامن للرب تموت، ولا ساعة الموت بالنسبة لك تبقى ساعة رعب؟ رعب، عارفين يعني ايه رعب؟ كلمة خوف دي كلمة بسيطة، لكن كلمة رعب هي الكلمة المظبوطة تمام. ليه رعب؟ لأنك داخل على حياة ما شفتهاش، مش ضامن رايح فين، تعرف هياخدوك يدوك على فين. قول له يا رب أنا ما خدتش بالي، هو احنا يعني قلبتها جد كده ليه؟ لا يا حبيبي، ابتدي في الجد من دلوقتي. الموتنا للرب نموت. في ناس يموتوا تبص تلاقي الملائكة حوطت بيهم وأخذوا أرواحهم بتهليل وطلعوا بيها لفوق بيغنوا لها. شخص جاهد الجهاد الحسن وأكمل السعي وعاش مع ربنا طول حياته مع ربنا وبيكمل بقى، زي واحد عاش على العالم في ابتدائي وهيطلع فوق بقى في الدراسات العليا يتدرج ويطلع يوصل. لكن واحد ما يعرفش يفك الخط يطلع فوق يعمل ايه؟ في ناس ساعة الموت تيجي الملائكة وايه وتاخدهم، وفي ناس ساعة الموت تتحوط بهم الشياطين. الشيطان يقول خلاص استطعت اسيطر عليه طول حياته، جاء الوقت اللي اخد فيه الفريسة واطيرها، ما تخافوش. ان كنتوا تخافوا تبتدوا للرب تعيشوا من دلوقتي. في قصة لعازر والغني قيل مات لعازر وحملته الملائكة، والغني قال مات وقبر وانتهى، ما لقى ما فيش ملائكة حملته. هو تفتكروا في ملاك موت بيحمل كل واحد؟ ده في ناس الملائكة ما يقربوش عليهم، الشياطين يروح واخده يقول له تعالى يا حبيبي احنا اصحاب طول عمرنا. عشان كده المسيح قال ايه؟ الرئيس هذا العالم يأتي وليس له فيا شيء. يعني يجي ساعة الموت يقرب عليه ما يلقوش فيه حاجة ابدا، يقول اخد فيه ايه ما لقاش فيه حاجة ابدا. وناس تانيين يجي الشيطان يقول ودانه بتاعتي، لسانه ده لسانه ده بتاعي 100%، قلبه 2000%، جسده 1000000%، خلاص يضمه الى خاصته. الموتنا للرب نموت، لان الموت ونوصل لربنا ونحيا مع الله الى الابد، زي ما قال حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. بس حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا تتنفذ في الأبد زي ما هي متنفذة هنا. يعني لو هنا حيث أكون أنا تكونون معايا، يبقى في السماء حيث أكون أنا تكونون معايا. لكن ما فيش عشرة هنا ونروح هناك، لا شركة للنور مع الظلمة. الموتنا للرب نموت، أهو ده الكلام. الشهداء للرب ماتوا فعلا، لو كانوا ضمنينها 100% دول الشهداء اللي ماتوا. الناس اللي أماتوا أعضاءهم على الأرض بطرق الإماتة وقهر الجسد، دول يقولوا مع الرب نموت، للرب نموت، ننتقل من الأرض دي إليه هو. اللي بيقول بالشكل ده بيقول يبقى أنا ما يهمنيش الحياة أو الموت، كلهم زي بعض، إن عشنا للرب نعيش، إن متنا للرب نموت، إن عشنا أو متنا للرب نحن. يعني بالنسبة لي يستوي الموت والحياة معنا، لا فارق، لأن دي مع ربنا ودي مع ربنا. إيه الفرق يعني؟ مفيش فرق كتير عند القديسين، مفيش فرق كتير، لكن عند اللي معاش مع ربنا الفروق كتيرة خالص. إن عشنا للرب نعيش، إن متنا للرب نموت، إن عشنا للرب نموت. لذلك لازم الواحد يطمئن من هذه الناحية، إن حياته هي ملك لله، وقته ملك لله، قلبه ملك لله، ماله ملك لله، فكره ملك لله، يبقى عايش لربنا.
ما نصيب الله في كل حياتك كلها؟ ايه نصيبه في وقتك؟ ايه نصيبه في مشاعرك؟ ايه نصيبه في فكرك؟ ايه نصيبه في قلبك؟ ايه نصيبه في شهواتك؟ هل ربنا شهوة من شهواتك؟ جايز واحد يقول انا عايز اترهبن، ويمكن كل اللي عايزه من الرهبنة ان يلبس الجلابية السوداء والقلنسوة ويبقى مبسوط وساكن في دير وليه قلاية، يقول قلايتي رقم كذا مبسوط. ليه؟ لانه اخذ المظهر الخارجي. بينما في انسان تاني يقول انا عايز اترهبن علشان كل وقتي مع ربنا، اقعد اصلي طول الوقت، اخلي ربنا في فكري، حتى ان كنت ماشي في الدير وانا ماشي يبقى ربنا معايا وبتكلم، حتى ان كنت في الدير مدين لي وظيفه او عمل يد ابقى بعمل اليد ولساني بيردد الكلمات، ابقى عايش مع الرب كله على طول. ربنا ده يبقى هو حياتي، ربنا يبقى ايه؟ هو حياتي. حياتي هي الله، حياتي هي ايه؟ هي الله. ده اللي مع الرب بيعيش، لكن مش مظاهر خارجية. وفي انسان بيكرس نفسه وتلاقي طول النهار شغل وجري، ويمكن ربنا مش على لسانه خالص ولا في قلبه ولا بيحس بيه، لكن مجرد اهو لابس ملابس التكريس. ان عشنا للرب نعيش. علشان توصل لدي لازم تضع في نفسك قيمة ربنا في حياتك، أهمية ربنا في حياتك، لزوم ربنا ليك كصديق، لزوم ربنا ليك في عشرتك العادية واليومية. لازم تشعر بكده. انت بتشعر بأهمية ناس كتير، تقول فلان ده ما اقدرش افرقه أبدا، فلان ده ما اقدرش استغني عنه، فلان ده بشعر بسعادة في الوجود معاه. لكن هل تستطيع تقول على ربنا الكلمتين دول؟ فلان ده ما اقدرش ربنا ده ما اقدرش افرقه، ربنا ما اقدرش استغني عنه، ربنا ما اقدرش اعيش ساعة من غيره، ربنا ما اقدرش ما افكرش فيه، ربنا ما اقدرش ما اتكلمش عنه. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ابتدي مرن نفسك، خد تمرين ليه. قول انا النهارده على الاقل هيكون ليا ربع ساعه مع ربنا، اقول له كلام من قلبي واقعد احكي معاه ويحكي معايا. ممكن؟ سيبكم من الصلوات المحفوظه، الصلوات المحفوظه دي قانونك بتقول. انا عايز تدرب نفسك على وقت تقضيه مع ربنا. ان كنت مش قادر على عشر دقايق ولا ربع ساعه، يبقى ازاي تقول للرب نعيش؟ يبقى بتضحك على روحك. واقعد كده بينك وبين ربنا، قل له يا رب انا بقالي مده طويله ما قعدتش معاك، والناس بتوعك بيقولوا القعده معاك كويسه وانا ما جربتهاش، فانت يا رب اديني هذا الشعور اللي اشعر به بلذه في الوجود معاك. ما تتضايقش مني ان انا ما جربتش القعده دي قبل كده، علمني ازاي اقعد معاك، علمني ازاي القعده دي تكون قعده روحيه، وافتح لك قلبي واقول لك كل اسراري. يا ما ناس بكلمهم في التليفون ودردش معهم بالنص ساعه، انا عايز ادردش معاك ولو خمس دقايق زي ما بدردش مع الناس. اديني لذه الوجود معاك، واديني الكلام اللي بقول، وفهمني. طب شوف يا رب، انا غلطت النهارده في كذا وكذا، عارف غلطت ليه؟ عشان دي عاده موجوده عندي وماشي عليها بقالي سنين ومش قادر ابطل دي. طب ما تديني القوه ان انا ابطلها. وهو انا معقول يا رب ابطل الحكايه دي من غير ما تديني قوه؟ ده انت بتقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. طب خش انت في حياتي، اذا انا ما رضيتش اخش معاك خش انت، ان انا ما ابتديتش ابتدي انت. خد ودي مع ربنا كده في الكلام. وانتوا فاكركم الصلاه يعني لازم تقف كده وتقول ارحمني يا الله عظيم رحمتك ومسكسر رفاتك كده وانت اغسلني كثير، وتبص تلاقي ما قلتش حاجه في المزمور. كر 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 زي مكوك في مكنه خياطه، ماشي على طول على طول على طول من غير تفكير. لا، انت ابتدي تكلم ربنا بعاطفه بحب
بخشوع من قلبك بصراحة بدون تأليف كلام بدون لغة. ربنا ما يهموش غلطت في النحو ولا ما غلطتش، وقول زي ما عايز تقول بالعامة بالنحو زي ما تقول، المهم توجد مع ربنا. وبعدين تقول له طيب يا رب ادي اول تدريب، ثاني تدريب انا عايز ابقى معاك في ان انا اوصل ولادك ليك. وبكل مش الخدمه يعني بتخدم، لا الخدمه يعني بتوصل ولاد ربنا لربنا، ما تفصلهاش عن ربنا، لان في ناس بيعيش في الخدمه ومش بتاعه ربنا. يا ريت يوم بيوم تنمو في هذه الايه، ان عشنا للرب نعيش وان متنا بلاش دلوقتي.